بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول صيدة الليل، حجم حليو لا بأس فيه، درجة إن شاء الله يجي أكبر إن شاء الله. حجم طيب ما شاء الله. حجم أكبر من المساحة، إن شاء الله بالتدريج يوصل لأحجام أحسن. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله.
موقف لازم نطلعك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الخضخضة طاحت الأعضاء مالته. ما ينحاف الكوكب، الكوكب طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلص حداقنا اليوم لله الحمد. اليوم كان يوم مميز، حداق حلو يعني، حداق النهار وطلعنا شعريتين وقبقب، يعني كان يوم حلو الحقيقة، كان في صيد يعني. وإن شاء الله نشوف باكر إن شاء الله يتكرر الشيء هذا. المهم إننا نستانس يعني، واللي يجي من الله كله في بركة، قليل ولا كثير. اللهم لك الحمد والشكر. تصبحون على خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يوم آخر من الرحلة، قاعدين إن شاء الله الحين بس نحط البنزين المكاين ونستعد إن شاء الله حداق النهار، لكن الله يهنا شوي على الحر، لأن بالنهار يصير حر وبالليل يصير برد، لكن إن شاء الله أجواء عامة يعني نقدر نقول طيبة، والله يوفق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تجهيز إن شاء الله حداق النهار، وراح ناخذ السرانير الصغار طبعا، وهالمرة حتى حدايد ما راح آخذ، راح استعمل الكرسي، قاعد على الكرسي أريح لي، لأن ذيك المرة تعبت شوية من الرمل رايح جاي، لكن الطريقة حذف وأنا قاعد واسحب وأنا قاعد. الله يسهل إن شاء الله. خذنا هالمرة الجاي تلمسنا، توكل على الله إن شاء الله، الله يوفقنا إن شاء الله. اليوم صيد حلو بإذن الله. جو شوي حرورة، لكن اليوم هواء شمال شمال، في براد شوية. الله يسهل إن شاء الله. هذا مكاننا أمس، مكاننا نقعد هني وشغلنا كله على الكرسي. بسم الله. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحط اليم، راح استعمل الربيان طبعا. اليوم الربيان مو مثل امس، امس كان سعودي، هذا ربيان كويتي صغار، فبجربه اليوم بشوف شلون وضعه. ربيان صغار اللي خذيتهم، حطهم حط بسم الله. هذا بالقشر ماله كامله، بسم الله. هذه واحدة، وهذه الثانية، سنارة ثانية. بسم الله. تكها من الذيل نل ونلفها على المدار. بسم الله ان شاء الله. بس ما اعتقد شو اسمه قرقفانه يا شعريه او مزيمي. ان شاء الله تكون ضاربه ولا كلوها، بس نشوف. بسم الله. لا فيها. لا صغيرة، ما هي ما أظن كبيرة. ها مزيمي فعلا، أنا كنت متوقع أنها مزيمي من ضربتها، لأنها قامت ترجع تشوف ضربة. هذيك نقص ميدار شعر ونقص بدلها الحين، نشوف عندنا ولا ما عندنا. هذا الكويتي
وهذا سعودي. السعودي يعني شنو معنى المستزرع؟ ممكن يجي هندي، يجي اي هذا من اللي يصير اخضر، وهو اقوى من هذا. اكو داعي انكم شوته احنا بالكرسي. بسم الله. هذه صارت فوق هذه. يلا ان شاء الله. في نابر، في نابر، ولكن امس يمكن كان في راس قرقبان يعني داش وصار من حظنا، لكن اليوم يمكن تغير الماية، تتغير الهواء، يتغير كل شيء يتغير، وهذا حظ نصيب. المهم يكفي القعدة هذه الحلوة والهدوء وأجواء البحر، بس هذه أجمل ما فيه الحمد لله. بسم الله. اي هذا هو القرقفانة بس صغيرة ما فصلت العودة. المهم طلع شيء استانس. انا بستعمل شغلة جديدة بجربها، عندي شرايب قديمة بحطهم بشوف شو تسوي، ياكلونها تتكسر. مشكلة ان الشرايب القديمة بسرعة تتفتت تصير ضعيفة. شارع في شيرات اليوم، بس ما كان في شيرات طلع، لكن نقص نقص. شنو اللي نقص؟ فلت كله، ميادير، كله نقص. حط له، شوف ندور لنا ميادير ان شاء الله نلقى. بسم الله. اليوم جرة الماية قوية جدا قوية، وياكلونه بسرعة. بحط الخفاق اجربه ان شاء الله يكون يطول اكثر. احيانا الماي انت بس تشوف يعني انت مالك الا الظاهر، لكن شنو قاعد يصير تحت الماي ما تدري. تيارات الماي، طريقة الماي، هذه في أشياء حنا ما نشوفها تتحكم في البحر. بسم الله. هذا خذاك إن شاء الله يبين ما أنا شايفين. الشرايب لا الحين قاطع ما عليهم شيء. بسم الله هو الآخر. إن شاء الله الله كريم قطعه داخل.
بسم الله. المايه قويه على طول. حتى الثانية شارت اليوم، الجو كلش الوضع مو مضبوط، شارات التيارات بالماي مو شيء، سبحان الله أمس ما كان ولا شيء. تيار قوي، تيار قوي هذه شايرة وهذيك شايرة، الله كريم. شوف اسمها انجر، هذيك انقصت، هذا انقص. اليوم الوضع مو شيء، لكن نقول الحمد لله على كل حال. كلهم انقصوا الحين، يبون كلهم بلود وميادير. يلا انا قاعد اقط، يعني قريب، يعني داخل كله شيره، فقلت خلنا اقط قريب، لكن قريب اللي تشوفون الربيان على حطته، وداخل مشكله، بقط داخل ان شاء الله ما يشير. شوف الثاني عليها نابر، بسم الله. بسم الله ان شاء الله ما تشير. المايه حاميه واذا شارت قمنا، رحنا حطيناها هناك على الصخر وخليناها. شوف اشتغل النابر. الله كريم، لا يكون يشير. حداق ومحاورة، ها؟ حطها هني ونقطها قريب، نخليها نروح. بسم الله.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كلمات الله التامات من شر ما خلق. نحط أسخرة. بسم الله. الرحمن الرحيم. كنا خالصين وغدا ريحنا، بنحط هذا القطاوة للطيور ونشوف السنانير صار عليهم. بسم الله. اليوم حداق النهار ضعيف، ما بين شيء. ان شاء الله مشايرين هذا الحين نشوف. بسم الله. اليوم الخور هادي، خلنا نسحبهم نشوف شنو وضعهم، ان شاء الله ما يكونون شايرين. بسم الله. ماكو شيء. تقريبا ما اكلينا اليوم. نشوف هذه. بسم الله. شاير لا فيها فيها فيها. بسم الله. بسم الله. ان شاء الله شكلها كبيرة شوي. بسم الله. قب قب. ان شاء الله ما يروح. بسم الله. زين العوض والقطيعة. ما شاء الله. ما شاء الله خوش قب قب. انت حط الشاي هني. على طرف قط قطة أخيرة، لأن بروح أصلي ونبلش بالكبار عاد إن شاء الله. لكن الحقيقة الأجواء حلوة، أجواء حلوة حلوة. خلنا نحط لنا هالقطة نشرب شاي، نعيش هذه الأجواء الجميلة وتبدأ المرحلة الثانية إن شاء الله. بسم الله. والله انا شفته يوم لف قلت سمكه، قلت سمكه كبيره يعني قرقفانه عوده، لكن الحمد لله العوض القطيع. هالقطة والله كريمة. بسم الله.
واحتمال الليلة هذه آخر ليلة إن شاء الله في هذا المكان. يعني خذينا حقنا، استانسنا 3 أيام، وبكرة إن شاء الله نشوف مرحلة ثانية، نشوف وين نروح ونقضي يوم يومين كذي. يعني تنقل وتغيير المكان، تغيير الأجواء، يعني هنا يصير شوي الواحد يتمتع بالرحلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السمك مساح حمام وما ادري شي لاحقهم صغار، يعني في سمكة، ملاحظ في سمكة مطابش وممكن حواقيل. هنا برع الخفيف مساء قدامي، يعني راس طاهر حمام صغار وراهم شيء طار دم، صيرد، دويل ميه، شوي صغار، حواقيل، ممكن مزيزية، كل شيء يصير. توكل على الله نخليهم يصير حظنا زين مثل ذيك المرة، شعري طيب إن شاء الله. راح نصلي ونعيمنا الله خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا شو اسمه بداية حداق الليل، أنا قاطهم اليوم وبيسحبهم الحين، وراح أبلش بالسنانير الثانية. مثل ما شفت اليوم شلون الصيد ما كان مثل أمس، أمس كان توب، واليوم شيرات ما طلعت إلا سمكتين صغار. وهذا البحر يعني شوف نفس الوقت نفس السنارة نفس اليم، ولكن ما في شيرات. وهذا البحر يعني المبتدئين لازم يعرفون إنه مو شرط اليوم تصير توب نفس المكان هذا بتجي فيه تبي تصيد، لا مو صحيح. هذا توفيق من الله وحظ ونصيب، يعني مثل مباريات الكاس، يعني يجي يوم توب تاخذ 3 نقاط، الثانيه مثل المنتخب السعودي مع الارجنتين 3 نقاط وفاز، الثانيه ما حالفه الحظ، ان شاء الله المره الثالثه يحالفه الحظ وياخذ 3 نقاط ان شاء الله. وحنا الحداق هالشكل، امس يعني كان 3 نقاط، اليوم ها نقدر نقول نقطه تعادل، ان شاء الله مرة جاية نأخذ 3 نقاط إن شاء الله. المهم الوناسة، الحين بنسحب ونشوف شنو في. شوف الثاني، المهم انه الحمد لله ما شارت يعني.
اليوم البحر ضعيف ما في الا سمك صغار، ان شاء الله يبين معانا الكبار ان شاء الله. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبلش حداق الليل. هذه اول قطة بقطها. اذا تشوفون اليوم حاط سنارة صفرة، هذه اللي دايم احجق فيها قبل، يعني الثانية الحمرة تعبت فيها، تخلي واحدة حمرة اللي حجق فيها، وهذه الصفرة، هذه الصفرة طلعت لي من راس بيتي، هذه صغيرة. فان شاء الله اليوم تبدع، اليوم ان شاء الله طلع لنا شيء ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. يعني اتوقع اذا في ممكن الله كاتب صيد يكون متاخر مو الحين. اتوقع ان يعني الصيد اذا في شيء يبين ممكن متاخر بعدين لما ترتفع المايه، لان الليلتين اللي طافوا اللي صدتهم كان في وقت متاخر، تكون كل شيء هدى والمايه يعني يكون السمك بدأ يعني يا طالع وداش، فان شاء الله يكون في فرصه ان شاء الله بعدين ان نتوفق لو نصيد لنا شهريه وكذا ان شاء الله. هذه صار عليها نابر نابر نابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية خير إن شاء الله يجي غيرها أكبر. أنا أعلق اسمته أعلقها فوق هالشكل ليش؟ علشان القطاوة. أحياناً أنت تنزلها تخليها تحت، إذا في حواليك قطاوة تيجي تخمطها وتلعوزك. حجم حليب المرق اللهم زيد وبارك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تشوفون هذا العشاء، العشاء فول أحمر تميس، طبعا هذه مشهورة بالسعودية، واللي راح السعودية يعرفون، خاصة عند الأفغانية اللي يسوون الفول الأحمر والفول الأبيض وفول القلابة، القلابة اللي هو العدس. والفول الأحمر والأبيض هو نفس الفول، لكن الأحمر يحطون عليه معجون شوية طماطم. اللي يحب يعني يسويه سهل، هذا الفول شغل البيت، هذا من شغل البيت مو من السعودية، وطريقته سهلة. تشتري فول مجروش أبيض موجود بالجمعيات بجياس، تأخذه وتنقسله وتنقعه بالليل، تخلي يعني ينقع، يفضل يقعد طول الليل بالماء ينقع. ثاني يوم تحطه في جدر الضغط وتحط عليه الماء الكمية المناسبة وتشغل عليه الجدر مو أقل من ساعتين ونص. لما تشوف بعد ساعتين ونص تفحص إذا ذايب خلاص انتهى، ما ذاب تعطي بعد شوي ساعة. وإذا طلعته تبي ناعم تطحنه بالمطحانة اليدوية، وبعدين طبعا إذا تبي أحمر تزيد عليه معجون، تبي أبيض بدون معجون. بعد ما تطلعه حطيته في معون تبي يعني تاكله، تحط عليه ملح والإضافات اللي أنت تحبها، طحينة كذا، لكن تحط عليه الكمون، هذا كمون، كمون شوي ملح وزيت زيتون، تصير تاكل فول نفسه اللي قاعد يعني يطبخونه في فوالين السعودية. التميس هذا لا، هذا جاي من برا من الخفجي، تجيب كمية تحطها بالفريز ولا اشتهيت تسخنه وتاخذه. فاللي يحب الفول هذه طريقة الفول، انه يشتري فول الأبيض المجروش بس، يعني الطريقة اللي قلت عليها راح يحصل الفول، يقدر يسوي له كمية يحطها في علب تكفي له مدة، كل ما خلص يسوي له. وعليكم بالعافية.
واخيرا الحمد لله انا قايل دائما على تالي الليل يبين، الحمد لله بين حجم لا باس فيه. اللهم زيد وبارك. خلنا نشوف هذيك لو اني ما اثق هذيك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلص حداقنا الليلة، ويمكن آخر حداق في هذا المكان. وما نقول الحمد لله، كانت مرحلة ارتحنا فيها وتوفقنا بصيد لا بأس فيه وأجواء حلوة. وإن شاء الله بكرة بإذن الله راح نغير مكاننا، نشوف وين نروح إن شاء الله، وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يوم آخر من الرحلة، هو اليوم الرابع. والحقيقة أنا قاعد أتجهز أبي أمشي، حسب ما ذكرت أني بغير مكاني، لكن جهز كل شيء. ويوم شفت الأجواء الحلوة والغيوم والجو يعني يشجع الواحد يعني، فقلت ليش مستعجل، شغلي جاهز له إن شاء الله التغيير. خلنا ننزل أحدق إن شاء الله هالعصاري هذه، وعقب المغرب نكمل رحلتنا بإذن الله. والله يوفقنا اليوم، نشوف شنو بيطلع معانا إن شاء الله. رحيم، هذا متجهين لمكاننا اللي دائما قاعد فيه، لو إنه متعب، لكن هالمرة ما راح أحط حدايد، راح تكون السنانير بكرسي ومرتاح، يعني أقط وأسحب وأنا على الكرسي. والله إن شاء الله يوفقنا اليوم ونتوفق بصيد وتصوير حلو ونفسية حلوة إن شاء الله. بسم الله، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جبنا شاينا وجبنا ميادير احتياط وجبنا بلود للشيرات. يلا بسم الله نتوكل على الله، الله كريم. بسم الله، يلا بسم الله، بسم الله. قطينا القطة الثانية إن شاء الله. وعلينا الانتظار وشرب الشاي.
شاء الله هذه أول صيدة اليوم، إن شاء الله يكون حظنا راعي الكويتي ما شاء الله. بسم الله. اركض اركض، نايم والله ما حسيت فيه، نايم. يلا ارتاح. هلا هلا مرحبا. ما شاء الله والله زمان زمان على البحر. يا 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 والله اني مشتهي مرقه البحر من زمان والله جابها. يا سلام يا سلام، اللهم لك الحمد والشكر. بسم الله. بس عاد لا تعبر، عاد لا طقت. ان شاء الله. بسم الله. زين زين قاعد صدنا البحر هذه. استريحي. اللهم لك الحمد والشكر. فلت هذا قبقب، هالثقل هذا قبقب. النويتف زاد علي الحين، قام من ربيان ما يقعد، فبحط شيء يطول اللي هو الخثاك. الربيان بسرعة يأكلونه. في الحالة هذه خلنا حط لي خثاك حتى أن اليمة تطول ما يأكلونها قبل السمك الثاني. نشوف. الحمد لله.
هذه مجوع، هذه الحين بقص قصة وحطها صراخة صغيرة وتصلح صراخة. قب قب شكله فلت مدري. كان قب قب على صراخة. الحين نرجع مكاننا. بسم الله نحطها نشوحهم بعد الصلاة وكريم. هذا مكان أمس، هلا ما يجي عبد الله شوي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكله ابو عبد الله وصل، انا اشوفه ما شاء الله. ابو عبد الله حي الله ابو عبد الله، ما شاء الله ما شاء الله. يا هلا ابو عبد الله، السلام عليكم، كيف حالك؟ شلونك؟ طيب ان شاء الله. وارجو تعذرني بس، شوفني خاف مو مضبوط، توني متغدي وشارب لبن فحالتي شويه لا الحين. انا قاعد اشوفك طالع خيطي صح؟ اي انا مقاطع ورحت اتغدى وصلي بس هو زاحف لهني. اي المايه تجر المايه. ان هذا حداقي بالنهار على ذولي، لا قبل الليل عقب المغرب صلاه المغرب حطيت الكبار. أرض ربط إن شاء الله نشوف فيني تطلع. شكلها مجوة. بسم الله أقرب ما لها مجوة. بسم الله فعلا مجوة، لأنها مجوة مطفوقة بسرعة يعني ترقل ترقل، مو ثقيلة بعض السمك طق وتركت لا. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطوة موالفة عندنا، ما تبي تروح، عطيتها خذاق مساء وابلشت ابو عبد الله وخايف انها تعظم يا ديره ولا شيء، فقال بعطيها مشوه واخذ المشوه وخلاها تلحقها لين هناك، عطاها المشوه عشان تاكلها وتروح ورد، ولا ماسك المشوه وجايه مره ثانيه وقاعده تاكلها تاكلها هني، يعني هذه موالفه ما تبي تروح. ها شوف جابت المشوه وتبي تاكل عندنا. تعشيت اليوم؟ قاعد تاكل. يعني الله البهايم هذه موالفة سبحان الله. لا الحين النابر خفيف. ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الله وفقه بالول، لا هو كبير ولا هو صغير، بالول يونس الحمد لله. وننطر يعني اليوم العصر طلعت القرقفانة والصيد تلاقيط، يعني الخور العمي خور صغير يعني حظ انه يدش راس وتتوفق فيه، فان شاء الله يمكن اذا تاخر الليل شوي يبين معانا يعني شيء من الشعري، لان كل الشعاري اللي انا صدتهم متاخر يعني بينوا على اخر شيء. والله يسهل ان شاء الله الليله، ان شاء الله يمكن هذه اخر ليله، انا كله اقول اخر ليله وتغير الاحوال، فنشوف ان شاء الله. بسم الله الرحيم. هذه شعريه طلعها ابو عبد الله ما شاء الله زين، يعني انا قال دائما متاخر لكن هذا حجم طيب حلو ما شاء الله، الله يزيد يبارك ان شاء الله. وين اللي مساع الحليه والبالول؟ ايوه تغير هذا البالول ما شاء الله، خوش بالول حجمه لا باس فيه الحمد لله، فيه يعني تلاقيط حلوه، اللهم يزيد يبارك ان شاء الله. شوف 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 سبحان الله، شوفوا شوفوا الدخان مال المداخن شلون محتار، يروح يمين يسار شرق غرب سبحان الله، كنا شجره فعلا. هذا الماي الهواء قاعد يدور شيء شمال شيء جنوب شيء شرقي شيء غربي، فصارت المدخنه في هذه الصوره، هذه انا الحقيقه اول مره اشوفها سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد، خلص حداكنا اليوم الليلة هذه، و يعني كان الصيد بالنسبة لي كان ما في اليوم إلا حداق النهار يعني، والحمد لله أن أبو عبد الله البيشي توفق اليوم صاد له شعرية وصاد له بالول حليه وصاد له خذاق، وكان إذا في صيدة فصيدة جيدة أبو عبد الله، استأنسنا معه وقضينا يعني وقت حلو وأجواء حلوة، لكن الحقيقة اليوم برد، يعني اليوم أول مرة أشعر بالبرد ودشني البرد، شعرت بالبرد يعني ما قدرت اتحمل، اضطريت اني الحمد لله عندي زنجبيل مع الحليب شربته والحمد لله اشوى طردت شوي البرد وارتحت، وما نقول له تصبحون على خير. وهذا عبد الله في شيء جهز نفسه قاعد يشيل اغراضه مثل ما تشوفون، وان شاء الله انت تلاقوا وياها مرة ثانية بإذن الله وتصبحون على خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلصت المرحلة هذه في خور العمي، قضينا فيها 4 أيام. الحقيقة كانت متعة وصيد والأجواء حلوة. يعني الشيء الوحيد اللي يعني فيها هو أن حر برد حر برد، يا تشغل المكيف يا تسكر المكيف، وفعلا هذا يعني مسبب تعب للجسم، مسبب دشة برد، تحرق 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 وشوي ولا جايك برد. عشان كذي حتى العيال الفترة هذه يلاحظون أغلبهم مرضى، يعني عدم استقرار الأجواء ما بين البرد والحر. إن شاء الله شوي دش البرد ويستقر، يعني الأمور تصير إن شاء الله زينة. والحين إن شاء الله متوكلين على الله، عندنا عدة مشاوير قبل أن نروح مكاننا. طبعا تكرمون قط الزبالة، وعندنا بشتري يعني أغراض ناقصة، الشاي كنا بيخلص بشتري لي شاي. وال يعني أنا جيت على أساس إنه برد يعني، فما أخذت مايك يعني بطول مايك باية ما يصحه، قلت يعني كبي. لكن يوم شفت ولا قاعد أشرب خلص الكرتون، فالحين اضطر أروح أخذ الكرتون أو كرتونين، لأن فعلا إلى الآن ما شفنا ذاك البرد. وعقب ما نخلص وتكرمون المجاري والسوالف عشان نكون نستعد المرحلة الجاية ونروح مكاننا إن شاء الله ذاك ونستانس فيه إن شاء الله. نتوكل على الله. يلا بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. توكلنا على الله. المشكلة إن الحين ما حطوا حاوية قريبة. إن شاء الله مركز السلطان على الطريق، نوقف ناخذ أغراضنا إن شاء الله. بسم الله.
الغيوم صاكة يعني، توقعت انها تمطر يعني، بس ردت فجت. ان شاء الله الله كريم. خلصنا شغلنا، باقي شغلة واحدة إن شاء الله ونتجه مكاننا إن شاء الله. بسم الله. هذه المداخن اللي أمس صورتها بالليل، شوفوا الفرق يعني، شلون البارح الدخان واليوم الدخان. هذا شمالي طبعا، شمالي غربي على ما أعتقد، واتجاه واحد، لكن امس كان عدة اتجاهات. هذه ساعات يصير الهواء مو مستقر. يا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا مكان تفريق، الله يكرمكم المجاري. هذا المكان الزرع هذا كله اعتقد خضر من سبة المجاري اللي نزلها. عشان الارض هني مايله جهة المجاري، هذا اللي خليني اجي الجهة هذه.
نازل شوي، تكون الأرض نازل على جهة، ولما تكرمون أفرق على طول تتفرق.